أحمد حجازي ابن مدينة طمرة كان شاباً يافعاً في مقتبل العمر يدرس مهنة التمريض وتداعبه الآمال الوردية وتراوده الطموحات الكثيرة بالرسو في مرفأ المستقبل الواعد ليصبح الضحية 16 منذ مطلع العام الحالي لآفة الجريمة والعنف المستسرية في مجتمعنا والتي تفتك به وتقطع أوصاله بعد أن قتل دون ما ذنب وبطريق الخطأ برصاص الشرطة الإسرائيلية التي كانت عناصرها في وضع اشتباك مع بعض المسلحين في المدينة. رغم أنه كان ببيتنا بعذر أنه إحنا ما قدرناش نحمي لأحمد، رغم أنه عاهدنا وعاهدنا أنفسنا بأنه نحمي أحمد ويكون أخو إلنا وسند إلنا وسند إله، ما قدرناش نحميك حبيبي يا أحمد. ليش هلا حسألني تنقذكاش فيها؟ كيف ما دفتش تحليش؟ يا أحمد إحنا استقبلناك وحبيناك. على ما يبدو هو باتجاهه لمدخل البيت أكل رصاصة أصيب بظهره من وراء وظله فايت لجوا. بقواته الذاتية استطاع أنه يخطو خطواته الأخيرة حتى لفظ أنفاسه بمدخل البيت، يعني إيش أقول لك، غطي بالدماء. في هذا المكان بالتحديد لفظ أحمد أنفاسه الأخيرة وفقد حياته عندما كان برفقة صديقه الدكتور أحمد عرموش الذي نجا من الحادثة بأعجوبة بينما أصيب برصاصة في قدمه. بالذات هذا المكان اللي أنا واقف عليه، هذا مكان رح يبقى في مخيلتي إلى الأبد، لأنه نفس هذا المكان أنا فقدت شخص عزيز وغالي علينا، ونفس هذا المكان أنا شفت الموت فيه مئات المرات، ونفس هذا المكان أنا تلقيت إصابة وكان بإمكاني أنه أفقد حياتي كمان. الموت لا يوجع الأموات، الموت يوجع فقط الأحياء، مقولة أصبحت تنطبق على أفراد عائلتي حجازي وعرموش في طمرة الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بعد هذه المأساة القاسية والفاجعة المحزنة التي تبعث على شديد الأسى. ولك والله كانت لك جنازة اي 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 اي, اي. والناس تصيح سموك شهيد العلم، كانت كل الكل تقول يا غالي يا غالي، كله بيردد يا غالي يا غالي، والله كله بيقول الغالي. أحمد حجازي هو ضحية أخرى من ضحايا العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، وما يزال السكان العرب في البلاد يبحثون عن الحياة، يبحثون عن عدم الشعور بالخوف، ويبحثون عن حقهم بالشعور في الأمان، رافضين الرضوخ إلى هذا الواقع الأليم. وسام كبهة من مدينة طمرة لقناة I24 News.